قرابة شهر على بداية انتشار فيروس كورونا بالجزائر، وباء خلق هستيريا وسط الشعب الجزائري، فأصبح الوسواس ضمن يومياته، وضع ينصح عليه أصحاب الاختصاص باستشارة أخصائي نفسي لتخطيه. في بعض الناس يعني دخلوا في هستيريا يعني حول هذا المرض، فلازم يكون هذه التساؤلات اللي ممكن أنه يطرحها الجمهور لازم تلاقي تفسير وربما طمأنة من طرف الجهات المختصة، ولهذا لازم تفتح القنوات، وحتى في مثلا بالنسبة لقنوات التلفزيون ممكن أنها تخصص ساعة في اليوم للإجابة على أسئلة الناس في هذا المجال لطمأنة هؤلاء الناس، لأنه ربما كان بعض التساؤلات اللي هي في الحقيقة ممكن أنها تطرح سواء في المأكل المشرب، الأعراض التي ربما يقدمها بعض الناس، الحرارة، السعال، كذا، لازم يلقى واحد يجاوبه في هذا المجال. تواجد الجزائريين في الحجر الصحي المنزلي منذ مدة يجعلهم يفكرون في أمور سلبية ويتخوفون من الإصابة بالفيروس، ولتجنب ذلك علينا ملء أوقاتنا بالذكر وقراءة القرآن. هل حالة استثنائية باش ما تكونش عليه ضغط كثير وتكون عليه كآبة وانهيار نفسي ويدخل فيها في حالة الوسواس، حالة الشك من الحالة نتاعه، مريض ماشي مريض، الأعراض ماشي الأعراض. أول حاجة لازم له يكون مستوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون قوي جدا، يرفع مستوى إيمانه من ذكر الله سبحانه وتعالى. ربي يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحالة الثانية يدرك أنه ما لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إحنا المسلمين نتميز على غيرنا بأننا نؤمن بالقضاء والقدر. تنويع مجالات الحياة نتاعو من قراءة نافعة، من تسلية، من اللقاء مع الأصدقاء والعائلات عبر وسائل التواصل. أوقات صعبة تمر بها البلاد والعباد، وجب علينا التقرب من الله عز وجل والدعاء بأن يرفع الله عنا وعن بلادنا الوباء. يا رب سهل باش نقرا هذا الكتاب تاعك يا ربي. يا رب اللهم أن أخرج عمانا أن الحمد لله رب العالمين.